ولد محمود عبد الوالي في محافظة نائية عند سفح جبال كونلون في منطقة سنتيا، وككل طفل وإيغوري تلقى تعليما شاملا من اللغة إلى العلوم. وفي سن 19 التحق بجامعة سنتيا في تخصص التاريخ، ومن ثم التحق بجامعة نانتين ومركز الدراسات الآسيوية بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا كباحث طائر. وبعد نيله الدكتوراه في التاريخ، قال محمود انه يجد التبادل الحاصل بين اللغتين الصينية والويغورية في منطقة سنتيا واحدة من التغيرات المثيرة للإعجاب. يؤسفني عدم المشاركة في دروس اللغة الصينية، فالتعليم مزدوج اللغة مهم جدا لسنتيا، لأنك إذا كنت تحسن التحدث بالماندارين اللغة الرسمية لبلادنا سيكون لديك مستقبلا مختلفا، سيكون لديك المزيد من فرص العمل والتعليم، لذا علينا أن نحرص على ما يوفره لنا العصر. ليو تشينتيا أيضا ولد في سنتيا وترعرع في مدينة شيشيزي، وهو حاصل على درجتي الليسانس والماجستير في اللغة الويغورية من جامعة سنتيا. ينبع شغفه باللغة من حبه للسكان المحليين. ولدت وترعرعت في شينجيانغ، لدي العديد من الأصدقاء المحليين، زملائي وأساتذتي كلهم من قومية الويغور، لذا اخترت دراسة اللغة الويغورية في مرحلة الليسانس والماجستير لفهم المجموعات العرقية الأخرى والتواصل معهم. علينا تعلم لغات بعضنا البعض، كما أنني مهتم بثقافة قومية الويغور وأخلاقها وعاداتها وتاريخها، لذا اخترتها كاختصاصي. خلال دراسته في جامعة سنتيان، كان ليو تشينتيان يصادق الطلاب المحليين ليتعلم منهم اللغة الويغورية ويعلمهم اللغة الصينية. كما اعتمدت الجامعة طريقة إقامة الطلاب مع العائلات المحلية لنحو 6 أشهر حتى تسرع عملية تعلمهم للغة، وقد لقي هذا الإجراء ترحيبا حارا من السكان المحليين.